وينضم إلينا من القاهرة السيد أحمد كامل البحيري الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. سيد أحمد أهلا بك. سؤالي، في أي سياق ترى هذه الخطوة من إسرائيل اليوم باغتيال صالح العروري في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت؟ يعني السياق يأتي في محاولة نتنياهو البحث عن فرص للفوز أو ما يسمى انتصار وهمي من وجهة نظره يمكن أن يصدره للداخل الإسرائيلي، بأن بعد 90 يوم من العملية البربرية الهمجية في قطاع غزة لم يتمكن الجيش الإسرائيلي على المستوى العسكري ولا نتنياهو على المستوى السياسي تحقيق ما تم إعلانه منذ اليوم التالي ل 7 أكتوبر حول ما يسمى بالقضاء على حماس من قطاع غزة. هذا الأمر مع عدم تمكنه من الوصول إلى يحيى السنوار أو محمد الضيف، عدم تمكنه من وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة والمقاومة اتجاه قوات الاحتلال في قطاع غزة، يريد الآن البحث حوالين انتصار أو بديل لعملية الاغتيال القيادات الداخل الفلسطيني عبر استهداف قيادات حماس في الخارج. وتأتي بيروت والتي تعتبر الحلقة الأضعف على المستوى الأمني أو على المستوى السياسي لإمكانية تحقيق عملية استهداف لبعض القيادات حماس المتواجدة في الخارج، فكان جاء أو جاءت اليوم هذه العملية في محاولة من نتنياهو، وهي أعتقد المحاولة قبل الأخيرة خاصة مع الضوء الأحمر الذي وضعه بايدن حوالين انتهاء أو لابد أن تنتهي هذه العملية قبل انتهاء شهر يناير الجاري، وهو الوقت الذي يسعى خلاله هذه الأيام لعقد هدنة طويلة الأمد. وقبل عقد هذه الهدنة يمكن أن يدعي انتصار جدلا، تحقيق انتصار عبر استهداف بعض الأسماء والرموز لحركة حماس في الخارج. ولكن سيد أحمد، البعض يقول بأن بهذه الخطوة إسرائيل هي تقوم فعليا بتسخين الجبهة الشمالية، جبهة جنوب لبنان مع حزب الله الذي كان يعمل بمقابل أو بمعادلة الفعل بالرد أو رد الفعل يعني، ولكن بعد هذا الاغتيال قد يؤدي هذا الأمر إلى المزيد من التصعيد أو ربما ضربة أخرى من حزب الله أو رد من حزب الله قد يشعل الأمر. بالفعل، وهذا ما يريد نتنياهو. هذا ما يريد طبعا. بالفعل نتنياهو يعلم جيدا أن يوم وقف إطلاق النار الدائم بنجاح بعض المبادرات من ضمنها المبادرة المصرية أو الوساطة القطرية، إذا نجحت هذا الأمر وتوقفت الحرب بغض النظر عن سيناريوهات اليوم التالي، من سيدير قطاع غزة أو ما هي مستقبل قطاع غزة، بمجرد وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم يعني خروج نتنياهو من الحكم، يعني مساءلة نتنياهو على المستوى السياسي هو وقيادات كثيرة سياسية في حكومته على المستوى العسكري، إضافة أن نتنياهو بجانب ملفات الفساد القديمة التي عليه سيكون مكان نتنياهو خلال 3 أشهر من وقف إطلاق النار وخروجه من الحكومة هو السجن الإسرائيلي. لذلك نتنياهو يحمي شخص نتنياهو. نتنياهو يحاول إمادة أمد الحرب واتساع دائرة الحرب سواء تشمل الشبهة الجمالية الشمالية أو وضع أو تهديد أو استفزاز لإيران كما حدث من اغتيال لقائد الحرس الثوري في قلب منطقة السيدة زينب في دمشق، لاتساع دائرة الحرب حتى يظل موجود في السلطة بشكل اضطراري مع مزيد من الدعم الأمريكي والغربي في عملية المواجهة تحت مسمى أن إسرائيل يتم قيام حربين في الجنوب والشمال. لذلك ما يفعله نتنياهو هو محاولات جرجرة حزب الله وجرجرة الدولة اللبنانية لدخول معركة حقيقية، جزء منها هو حفاظ أمنه الشخصي وليس لها علاقة بأي سيناريوهات لا علاقة بحماس أو حتى بالداخل الإسرائيلي. طب كيف ترى الآن الداخل اللبناني؟ ترى برأيك يعني ما الأحاديث أو النقاشات التي تدور الآن ما بين الحكومة اللبنانية، ما بين حزب الله، ما بين الفصائل الموجودة في الداخل اللبناني وخصوصا في الضاحية الجنوبية؟ اولا، هو الاستاذ حسن نصر الله سوف يقوم بالقاء خطاب غدا الساعه 6 مساء. هو تم اعلان عنه مسبقا، هو مش مرتبط بما تم اليوم، يعني تم اعلان هذا الخطاب منذ عده ايام ان هو سيلقي خطاب غدا. اعتقد ان خطاب غدا سيتطرق لما حدث اليوم، ما قامت به الحكومه اللبنانيه عن طريق رئيس الوزراء نجيب ميقاتي باعطاء الامر للخارجيه اللبنانيه بتقديم طلب لمجلس الامن، واعتبار أن ما تم من إسرائيل هو خرق للسيادة اللبنانية وخرق الاتفاق 1701 وغيره من الاتفاقات التي وقعت مع برعاية الأمم المتحدة، وهذا ما أقدمت عليه الدولة اللبنانية على المستوى الرسمي. أعتقد أني
حزب الله في الآن من وجهة نظري في مأزق كبير، مأزق ما بين الرد الفعل في أوساطه الشعبية حوالين لابد أن يقوم برد فعل. رد الفعل يعني هو ضرب العمق الإسرائيلي أو العمق الأرض المحتلة في يافا وعكا وتل أبيب، أو أن يعطي أو يقوم برسالة سنقوم بالرد في وقت ومكان مناسبين نحدده نحن، أي لا يقوم برد فعل سريع على ما حدث اليوم في عمق الأراضي المحتلة، ويعطي أو ينزع فتيل بقاء نتنياهو إن صح التعبير أطول فترة ممكنة. طيب في ضوء التحذير منذ أسابيع من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأنه اغتيال أو استهداف أي من الشخصيات اللبنانية أو الفلسطينية أو العربية على الأراضي اللبنانية بأن الرد سيكون قوي، هل صحيح من الممكن بالتالي أن نتوقع ردا، أن يكون هناك تنفيذ لهذا التحذير من حسن نصر الله والذي كان بشكل مسبق قبل تصاعد الأمور بهذا الشكل؟ هذا هو الاختبار الذي يدور الآن في أورقة القيادة العسكرية والسياسية لحزب الله، وأنا أعتقد إذا كان هناك رد سيكون رد نوعي وليس رد لاتساع العملية، بمعنى وأيضا يتفق مع قواعد الاشتباك. عندما قامت إسرائيل باستهداف جنوب نهر الليطاني بالقرب من منطقة الصور منذ عدة أسابيع، قام حزب الله باستهداف أحد الوحدات العسكرية الاستخباراتية التابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة الشمال بالقرب من 2 كيلو من خط الحدود الأزرق. يمكن أن يقوم حزب الله باستهداف أحد نقاط الاستخبارات المساد في المناطق الشمالية والوسطى، وهو رد بالفعل أن العملية التي حدثت اليوم ليس فقط عملية استهداف لقيادة حركة حماس، ولكن هو عملية نوعية استخباراتية أرادت بها إسرائيل أن تعطي رسالة لحزب الله أنها يمكن أن تدخل أكثر مناطق بيروت تحصينا من الاستخبارات والقوات العسكرية لحزب الله على بعد أمتار قليلة من القيادة المركزية لحزب الله. لذلك يمكن أن يكون رد النوع من حزب الله هو بنفس مقدار الذي حدث اليوم باستهداف أحد النقاط الاستخباراتية والمنتشرة بكثافة على مناطق الشمال الأرض المحتلة، أو استهداف بعض النقاط الاستخبارات التي يمكن أن يعلنها حزب الله كنوع من أنواع المفاجأة، أن كما أنت تمكنت من معرفة مكان قيادات حماس واختراق القواعد الأمن في الضحية، يمكن أننا أعلن أننا أعلم لدي معلومات استخباراتية عن بعض مناطق الاستخبارات السرية لقوات الجيش الإسرائيلي أو للموساد الإسرائيلي المتواجدة في المناطق الأرض المحتلة، يمكن أن يقوم استهدافها. هذا الأمر يمكن أن يكون عادل عملية الاستهداف، لكن المسار الآخر والمسار اللي يمكن أن يكون اتساع لعملية المواجهة هو أن يقوم حزب الله باستهداف بصواريخ دقيقة، وهو يمتلك هذه الصواريخ والقدرات العسكرية للعمق الأرض المحتلة والداخل الإسرائيلي سواء في عكا أو يافا أو حيفا أو تل أبيب، ومن ثم سيكون هناك أو نحن نكون أمام مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال. جزء من هذا الأمر يتوقف على قدرة وحنكة قيادة حزب الله. أنا أعتقد أن السيد حسن نصر الله الآن سيستمر بنفس المعدل على مدار 90 يوم، يمكن أن يقوم بالاستهداف النقطة الأولى اللي أنا شرحتها حتى لا يكون اتساع بهذا الأمر، لأن هناك تحديات كثيرة. تحدي جزء منه أنه سيصب في صالح استمرار نتنياهو، الجزء الآخر أن هناك تحديات داخلية في بيئة الداخل اللبناني بشكل كبير جدا. هناك بعض الإجراءات يمكن أن يتم عبر الدولة اللبنانية، أن يقوم الدولة اللبنانية بوقف أي مسارات للتفاوض عبر وسيط كما حدث في عملية ترسيم الحدود البحرية، يمكن أن يتم وقف أي تفاوض مع عبر الوسيط الأمريكي أو الفرنسي مع الجانب الاحتلال الإسرائيلي حوالين ما يسمى بترسيم المناطق البرية، يمكن أن يتم إنهاء القرار 1701 وهذا نوع من أنواع التصعيد من جانب الدولة اللبنانية، يمكن أن يعيد التمركز أو مطالبة من يونيفيل بأنها تقوم بضبط الحدود كما كان منصوص عليه في هذا الاتفاق، وهذا خلل أيضا من قوات حفظ السلام الدولية الخاصة باليونيفيل لعدم تمكنها من منع إسرائيل من انتهاك قرار 1701. يعني هناك إجراءات على المستوى السياسي والدولي يمكن أن تتخذها الدولة اللبنانية، وأيضا هناك العديد والسيناريوهات المفتوحة من جانب حزب الله على المستوى العسكري في مواجهة ما تم اليوم في الضاحية بقلب بيروت. طيب هل تتوقع بما تم منذ أيام قليلة بتحريك أو حتى أمس واليوم بتحريك عدد من الألوية العسكرية وقوات الاحتياط الإسرائيلية من الجبهة الجنوبية أو القيادة الجنوبية في محيط غزة إلى المنطقة الشمالية مع حزب الله تحسبا لإشعال الجبهة الشمالية، أن
هذا الأمر إذا ما وضعناه في السياق ما حدث اليوم واغتيال صالح العروري بأن هناك أجندة من الاغتيالات الإسرائيلية ستقوم بتنفيذها ربما في الداخل اللبناني خلال الأيام القليلة القادمة، وأن هذا التحريك لقواتها باتجاه الشمال هو استعدادا للرد اللبناني؟ خلينا نقف على حاجتين. خلينا نقول اولا هو التحريك بالفعل كان مرتبط اولا باستهداف قائد الحرس الثوري في دمشق في منطقه سيده زينب، وهو كان متوقع ان يكون هناك رد سواء من العناصر الايرانيه الموجوده في سوريا او من بعض الفصائل الموجوده او حتى رد من حزب الله. بعد هذه العمليه هو يعلم انه سيقوم بهذه العمليه في بيروت، ولذلك كان هناك تحرك استباقي لهذا الامر. لكن اذا احنا نتحدث عن استمرار عمليه الاغتيال بناء على خريطة التواجد الفلسطيني في الداخل اللبناني، من يتبقى من القيادات؟ هناك طبعا مجموعة من القيادات حماس من الصف صحيح. الثاني والثالث، هناك بعض الأسماء وحتى من الصف الأول موجودون في لبنان. مسؤول من الصف الأول كان الصف الأول كمسؤول حركة حماس في لبنان، يعني خليل الحية، أسامة حمدان طبعا صحيح. طبعا طبعا أكيد هناك مجموعة من الأسماء. أسامة حمدان كان مسؤول السابق للساحة اللبنانية، الآن مسؤول لبعض العلاقات الدولية والعربية، لكن هناك مسؤول آخر للساحة اللبنانية. هناك بعض القيادات المسؤولة لكن ليست برمزية الشهيد صالح، أدي واحد. اثنين، هناك بعض الرموز الأخرى زي زعيم وقائد حركة الجهاد وهو أيضا متواجد في الداخل اللبناني. هناك بالفعل هناك بعض الأسماء، لكن الأزمة الكبرى هل ما أعلنه رئيس الموساد الإسرائيلي حوالين استهداف لرموز وقيادات حركة حماس في الخارج، هل هذا سيشمل التواجد الحمساوي وقياداته في بعض الدول الإقليم وعلى رأسها تواجد المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة؟ أنا أعتقد أن هذا الأمر طرح في اجتماع الاستخبارات الذي عقد في الدوحة منذ 4 أسابيع، وأنا أعتقد أن الدوحة أعلنت رفضها بشدة، بل قامت بإعطاء يعني إيه نوع من أنواع التلويح بالغضب إذا تم هذا الاستهداف على الأراضي القطرية، ومن ثم ليس هناك مكان آخر لهذا التواجد في الخارج باستثناء بيروت. هل يمكن أن يستمر هذا الأمر؟ هذا الأمر معنى استمراره لمحاولة لا قدر الله استهداف بعض القيادات الأخرى سواء من حركة حماس أو من الجهاد، معناه بالفعل أن إسرائيل تعلن رسميا الحرب على لبنان كدولة وتجبر حزب الله بشكل رسمي ورئيسي للدخول في المعركة. هذا الأمر يتوقف على رد فعل الأمريكي، ما تم خروجه من تصريحات من البيت الأبيض منذ قليل أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلم أو لم يتم إبلاغها قبل عملية الاغتيال، لكن تم إبلاغها أثناء عملية الاغتيال من الجانب الإسرائيلي، ومن ثم يتوقف رد الفعل الأمريكي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بشكل خاص خلال الثلاث أشهر الماضية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي تسعى لضبط الحدود أو عدم اتساع نطاق المواجهة ما بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، وهناك ضمانات كثيرة ما بين بوساطة أمريكية وفرنسية لعدم التصعيد لهذا الأمر. ولكن بهذه الخطوة هل تعتقد بأن هذه الضمانات قد فرغت من مضمونها؟ أنا أعتقد أن هذا الأمر يتوقف على رد الفعل الأمريكي. الآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية في أو بايدن بشكل أساسي في حالة أزمة أيضا داخلية، خاصة مع اقتراب بدء الانتخابات الأمريكية خلال بضعة أيام اللي هي الانتخابات التمهيدية داخل الأحزاب، وهي بالفعل الانتخابات بدأت في أمريكا، ومن ثم على بايدن الآلي أن يتخذ قرار واضح ويمتلك الكثير من الأوراق. هذه الساعات القادمة يمكن أن تدل إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تريد وقف هذا التصعيد أم أن هناك ضوء أخضر ما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه إسرائيل في فتح الجبهة الشمالية في هذا الأمر. لكن معنى فتح الجبهة الشمالية في هذا الأمر وهو سيعود بالضرر ليس فقط على المنطقة ولكن سيعود بالضرر على العالم أجمع. فتح الجبهة الشمالية معناه دخول الجبهة الجنوبية الغربية اللي هي الحوثي بشكل أوسع نطاقا في المعركة. نحن نتحدث عن دخول ما يسمى بالعنصر الرئيسي فيما يسمى بساحات المقاومة وهو حزب الله في هذه المعركة، معناها هو دخول أكثر كثافة وقوة من جانب الحوثي، وهو نفس الأمر سيحدث من بعض الفصائل الموجودة في العراق. مثلا لو لم يتحرك حزب الله بشكل مباشر، هل تتوقع من القسام المتواجدون في الجنوب اللبناني والذين تم اغتيال 2 من قادتهم اليوم مع صالح العروري، هل تتوقع ردا من القسام أو عناصر القسام المتواجدين في الجنوب اللبناني؟ أنا أعتقد أن الرد يمكن أن يحدث إحنا على الهواء،
وهذا الأمر يعني ليس جديد، حدث خلال الفترة الماضية أكثر من مرة إطلاق صواريخ من بعض المخيمات الفلسطينية سواء من عين الحلوة أو من الجنوب اللبناني من قبل بعض الفصائل المقاومة الفلسطينية سواء حماس أو الجهاد أو حتى بعض العناصر المحسوبة على الجبهة الشعبية اتجاه الأرض المحتلة. لكن مد قوة التأثير هذه الصواريخ في الآخر الذي يمتلك قوة الردع الحقيقية بامتلاكه أدوات التأثير من حيث طبيعة السلاح ودقة السلاح وتطوره حزب الله مقارنة بسلاح حركة المقاومة وخاصة في لبنان، حركات المقاومة في لبنان بما فيها حماس في لبنان هي تمتلك صواريخ بسيطة متواضعة مقارنتها حتى بالصواريخ الموجودة مع حماس في قطاع غزة. ولكن ما حدث في كريات شمونة في شمال إسرائيل منذ أسابيع قليلة كان ردا قويا يعني وتم إحراق عدد من مستوطنات الشمال. صحيح، ولكن أنا بتكلم هنا على مستوطنات شبه فارغة، الرد الآن لابد أن يأتي في العمق. يعني بمعنى إيه؟ ما حدث اليوم هو ضرب من عدوان إسرائيلي في عمق لبنان. طيب. خلاص، فلابد أن يكون بنفس المقدار. اسمح لي سيد أحمد، يعني أنا أتحول إلى هذا الخبر العاجل ثم التعقيب لك، حيث أصدر حزب الله اللبناني منذ قليل بيانا نعى فيه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري وعدد من رفاقه. حزب الله اللبناني قال في بيانه إن الاحتلال الإسرائيلي الذي عجز بعد 90 يوما من الإجرام والقتل والدمار من إخضاع غزة وخان يونس ومخيم جباليا وسائر المدن والمخيمات والقرى الأبية يعمد إلى سياسة الاغتيال والتصفيات الجسدية لكل من عمل أو خطط أو نفذ أو ساند عملية طوفان الأقصى البطولية وساهم في الدفاع عن شعب فلسطين المظلوم. بيان حزب الله أيضا أشار إلى أن هذه الجريمة النكراء لن تزيد المقاومين إلا إيمانا بقضيتهم العادلة والتزاما وتصميما أكيدا وثابتا على مواصلة طريق المقاومة حتى النصر والتحرير. واعتبر بيان الحزب جريمة اغتيال صالح العروري ورفاقه في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت هو اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته وما فيه من رسائل سياسية وأمنية بالغة الرمزية والدلالات وتطورا خطيرا في مسار الحرب. وأكد حزب الله أن هذه الجريمة لن تمر أبدا من دون رد أو عقاب، وأن المقاومة على عهدها ثابتة أبية وفية لمبادئها والتزاماتها التي قطعتها على نفسها، يدها على الزناد ومقاوموها في أعلى درجات الجهوزية والاستعداد. كان هذا هو البيان الذي صدر منذ قليل لحزب الله اللبناني ردا على اغتيال إسرائيل لصالح العروري. سيد أحمد كامل بحيري، يعني كيف ترى مفردات هذا البيان لن تمر دون عقاب وأن هذا تصعيد له دلالات وله معاني، كأن حزب الله يقول لإسرائيل بأنكم أردتم إيصال رسالة ونحن التقطنا هذه الرسالة، كيف ترى هذا البيان؟ أولا هذا البيان هو بيان معتقدي هو بيان متزن جدا، متزن تقريبا الحدث طبعا ودقيق، وهو أيضا استمرار لحالة الاتزان والدقة التي استمر عليها حزب الله سواء على مستوى خطابه السياسي منذ بداية الأزمة حتى هذا اللحظة. ما قيل لم يحسب الأمر، هل التصعيد او الرد الفعل سيكون بنفس المقدار زي ما انا تفضلت وقلت لحضرتك كده هوت اني حضرتك تفضلت وقلت لحضرتك اني يمكن استهداف نقطه استخباراتيه عسكريه في الشمال، يعني هذا رد فعل وقال لن تمر ابدا دون عقاب وترك الامر فضفاضا يعني مفتوحا لكل الاحتمالات، ويمكن ان يكون تاجيل العمليه للتوقيت والوقت المناسب لحزب الله، يمكن ان ياتي الرد بعد يومين بعد 10 بعد شهر بعد 2، يعني هذا الامر انا اعتقد ان هذا الرد هذا البيان هو بيان دقيق وموفق وهو يلتقط الحدث سياسيا ويدل على قراءه صحيحه لمسارات او فهم دقيق لما يريد نتنياهو بشكل اساسي في من هذه الازمه وهذا التصعيد. انا اعتقد ان الرد يمكن ان يكون مفاجئ لنتنياهو، ان يكون الرد من القسام في الداخل الفلسطيني سواء القسام من غزه او القسام في الضفه وهي المفاجاه الاكبر على الاغتيال، وايضا زي ما حضرتك تفضلت يمكن ان ياتي الرد من فصائل المقاومه في لبنان، يعني رد الفعل يمكن ان يكون من جانب حماس بشكل اساسي وعندها وتمتلك حماس رد فعل كثير يمكن ان يؤثر على اغتيال هذا القيادي في قيادة حماس في بيروت صالح. ومن ثم نحن نتحدث عن بيان
أعطى السيناريوهات كلها مفتوحة، يعطي البراح لحزب الله أن يحدد مساره في التوقيت المناسب بالدرجة المناسبة طبقا لمعطيات الواقع على العسكري وعلى السياسي، ومن ثم بشكل أساسي سيتبين معاني هذا البيان غدا في خطاب السيد حسن نصر الله الساعة 6، هو من سيوضح أكثر هل معاني هذا البيان يمكن أن يوضحها بشكل أكثر علنية أو يحدد استهدافات محددة أو يرفع من سقف الخطاب السياسي والتصعيد السياسي، أم سيلتزم أيضا بنفس المسار الذي اتخذه منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من دعم لحماس، من دعم للشعب الفلسطيني، من وضع اشتباك إلى حد ما يعطي دفعة معنوية للداخل الفلسطيني في قطاع غزة بشكل أساسي، أم سيكون هناك ارتفاع أو رفع لمستوى القواعد الاشتباك ويكون هناك اتساع لهذا الأمر باستهدافات جديدة كما حدث في عام 2000 باستهداف الداخل والعمق الأرض المحتلة. أتحول من جديد لضيفي في القاهرة الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد كامل بحيري. سيد أحمد تحياتي لك مرة أخرى. يعني مما استعرضه منذ قليل زميلي خالد عاشور بأن يوآف جالنت يحتفظ، وهو وزير الدفاع طبعا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يحتفظ بصور لقادة الفصائل الفلسطينية في مكتبه وهم على قائمة الاغتيالات. برأيك هل نرى بأن إسرائيل، وأكرر هذا السؤال عليك مرة أخرى، ستنفذ ما كانت قد دعت إليه منذ أسابيع وأمرت به عناصر الشباك وعناصر الموساد باستهداف قادة الفصائل الفلسطينية أينما كانوا؟ أولا عندما يأتي وزير دفاع دولة يكون كل همه أو كل أمنياته أنه يضع صور لاستهدافات، هذا الأمر يقوم به أجهزة استخبارات. على وزير الدفاع وقيادة الجيش أن ينتصر في أرض المعركة. يعني عندما يتباهى وزير دفاع ورئيس أركان جيش هو الانتصار الحقيقي أن جنوده وخططه العسكرية على الأرض تنتصر، لكن عندما يلجأ وزير دفاع ورئيس أركان ليضع صور كما يصنعها أو كما يضعها أجهزة استخبارات، فهذا هو نوع من أنواع الضعف وخيبة الأمل وعدم الانتصار. يعني ما قيل الآن هو دليل على هزيمة وليس الانتصار، هو لجوء إسرائيل لأدوات استخباراتية تقوم بها أي أجهزة استخبارات، تقوم بها داعش نفسها، قامت بها بعمليات استهداف لبعض المسؤولين في دول التي كانت متواجدة فيها في العراق أو في سوريا. هذا الأمر يمكن أن يكون به أي شيء، لكن الانتصار الحقيقي هو الانتصار في المعركة عندما نتحدث عن الجيوش. أن هذا الأمر ليس من مهمة الجيوش. صحيح، هذا الأمر ليس مهمة الجيوش. فعندما يضع وزير دفاع هذه الصور ويكون كل أمنياته وانتصاراته هو استهدافهم مع عدم تحقيق أي فعل على أرض المعركة وهزيمة حقيقية له على أرض المعركة، هذا هزيمة حقيقية وليس انتصار. فهذا إجابة أصلا على ما وصلت إليه إسرائيل بعد 90 يوم. هذه الأسطورة التي كانت تصدر على مدار ما يقرب من 70 سنة من التفوق العسكري وغيره، هذا الأمر هو انكسر بالفعل فيما يحدث خلال 90 يوم. طيب النقطة الثانية، النقطة الثانية عندما حضرتك تتحدث عن هل يمكن أن تستمر إسرائيل، أنا أعتقد أنها ستستمر إسرائيل في هذا الأمر، أن إسرائيل لا تريد أن تحقق أي إنجاز، لا إنجاز يمكن أن تحققه إسرائيل إلا عبر هذه الأساليب الرخيصة إن صح التعبير، أنا آسف هذا المصطلح، والمتواضعة في عمليات الاستهداف لقيادات المقاومة ولكن الحماس. البعض يقول وحتى في الداخل الإسرائيلي وحتى البنك المركزي الإسرائيلي بأنه يقدر حجم الخسائر الاقتصادية بعد ونحن نقترب من 90 يوم وثلاثة أشهر كاملة، تقدر خسارة حرب تقدر بحوالي 58 مليار دولار أمريكي، وأن هناك خسائر فادحة في قطاعات كثيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، هناك تذمر لدى قوات الاحتياط الإسرائيلية من عدم وضوح المهمة الميدانية والمهمة القتالية، وأن هذا الأمر هو لخدمة أهداف سياسية غير واضحة. في ظل هذه الأطر أو المعطيات، هل تستطيع إسرائيل الاستمرار لأشهر طويلة في هذه الحرب مع دخول الجبهة الشمالية إلى المعركة؟ لا أعتقد ذلك. الأمر بالفعل أصبح ضاغط على إسرائيل، لذلك هو لجأ لهذا الأمر في هذا التوقيت. يعني لماذا لم تلجأ إسرائيل خلال 90 يوم لعمليات الاستهداف؟ إنها كانت عندها قناعة أنها يمكن أن تنتصر بسهولة في المعركة في قطاع غزة فتحقق نصر عسكري. عندما تلجأ إسرائيل بعد 90 يوم لهذا الأسلوب البسيط من وجهة نظري ولا يحتاج إلى تخطيط عظيم، وخاصة في بعض المناطق الهشة، لبنان دولة شبه منهارة
لا يوجد رئيس جمهورية، لا قائد الجيش خلال أيام مدوله بالعافية، ما فيش قوى الأمن الداخلي. يعني إحنا بنتكلم عن دولة هي بتمر بظروف صعبة، فالاختراق هو ليس اختراق قوي، يعني ليس لم يخترق واشنطن، لم يخترق موسكو، ولم يخترق باريس، يعني الأمر هنا ما فيهوش تباهي استخباراتي، هو سهل أن يتم هذا الأمر. لذلك عندما تلجأ بعد 90 يوم لهذا الأسلوب وهذه الطريقة، هو مدلول على رغبتها في تحقيق أي انتصار وهمي يمكن أن يصدر إلى الداخل الإسرائيلي، يعي قيادات إسرائيل سواء نتنياهو أو مجموعة الوزراء وعلى رأسها وزير الدفاع أنهم سيحاسبون بعد انتهاء المعركة. لابد أن يقدموا شيء للداخل الإسرائيلي، وخاصة في ظل ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي والتي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، ومن ثم لجأ إلى هذه الخطوة. ما حضرتك تفضلت به من الضغط الاقتصادي، من الوضع الاقتصادي وقلة الدعم الأمريكي، الولايات الأمريكية قالت أنا لا أتحمل أن أقوم بدعم جبهتين أو ساحتين للجبهات في أوكرانيا وإسرائيل، لا يمكن في ظل وضع تضخم أمريكي على المستوى الاقتصادي، في ظل وجود أزمة اقتصادية بتمر أصلا بها أمريكا، وذلك لما تقوم برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي واقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، ومن ثم حمل أمريكا في مزيد من النفقات المالية حتى مش بس العسكرية المالية على أوكرانيا وعلى إسرائيل، أعتقد هذا الأمر فوق طاقة الولايات الأمريكية. ومن ثم إسرائيل تعي جيدا أن هذا الدعم الذي كان مفتوح من قبل أمريكا والمجموعة الغربية سيتوقف يوما ما وسيأتي قريبا جدا، بجانب رد الفعل والضغط الشعبي الغربي على النظم الغربية دفعت الكثير من هذه الدول لإعادة ومراجعة الموقف السياسي والأمني والداعم لإسرائيل. ومن ثم إسرائيل أمام أمر صعب بالنسبة لها، تريد أن تحقق انتصار، ومن ثم لجأت إلى هذا الأمر الذي يمكن أن تصدره على أنه انتصار في بعد 90 يوم من المعركة. هل هذا يمكن يفسر بأنه قد يكون المرحلة الثالثة من الحرب التي رفضت أو رفض مجلس الحرب الإسرائيلي الإفصاح عنها أو ربما تهرب منها ولم يوضحها بشكل رسمي للداخل الإسرائيلي أو حتى لخارج إسرائيل؟ هل هذا ربما يكون هو المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب؟ أعتقد ذلك، وخاصة أن نتنياهو رفض حتى في مجلس الحرب الحديث حوالين سيناريوهات ما بعد الحرب، وده أدى صحيح. إلى أزمة في الحكومة الإسرائيلية وخاصة في مجلس الحرب. يعني معنى ذلك أن نتنياهو لديه رغبة أن لا يلجأ إلى الحديث على ما بعد الحرب عندما يتحدث عن المرحلة الثالثة، يعني هو يبني المرحلة اللي هي سيناريوهات ما بعد اليوم التالي ما بعد وقف إطلاق النار على المرحلة الثالثة. يعني معنى ذلك أن المرحلة الأولى والثانية فشلت، والمرحلة الثالثة هي المرحلة التي يمكن أن تعطيله أمل كنوع من أنواع الضغط. يعني هذا الأمر إذا استمرت إسرائيل بهذه العمليات باستهداف قيادات حماس في الخارج يمكن، أو في اعتقاد إسرائيل ونتنياهو، أن تكون وراء الضغط على حماس الداخل، وأن تكون وراء الضغط على قيادات حماس في الخارج، على إسماعيل هنية، على خالد مشعل، على المجموعة المتواجدة في قطر، كنوع من أنواع التهديد إليهم أنه يمكن أن يطالهم الأمر إن لم يتم الوصول إلى اتفاق يرضي إسرائيل أو يحقق نصر زائف. هل تتوقع أن قادة الفصائل التقطوا هذا الفكر الإسرائيلي مبكرا؟ يعني كنا سمعنا بالأمس إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يطمئن الشعب الفلسطيني بأن قادة ورموز المقاومة والفصائل في الخارج هم في أمان ولم يصيبهم سوء. هل هذا قد يكون قد تسرب هذا الخبر إلى الفصائل وقادة الفصائل في الخارج؟ أنا أعتقد أن أي طالما يحيى السنوار ومحمد الضيف على قيد الحياة ويقودون المعركة، كل ما يمكن أن يقال هو شهداء مثلهم مثل الشعب الفلسطيني. الانتصار الحقيقي لا تترغب فيه إسرائيل هو الداخل، وخاصة أن من يتحكم في قواعد اللعبة في الأزمة منذ 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر، يعني الحديث اليوم عن حماس بأن صالح الشهيد صالح أنه يعلم أو مهندس عملية طوفان الأقصى، هو أقرب لإعطاء قيمة معنوية للشهيد. ولكن المؤكد منه أن قيادات الخارج سواء الخارج في الدوحة أو في بيروت أو في باقي المناطق والساحات الأخرى في الدول ليس لديهم معلومات دقيقة عن ما كان سيتم يوم 7 أكتوبر، وما كان يمتلك المعلومات كاملة عن 7 أكتوبر هو الداخل. وبالتالي ستقول إسرائيل بأننا قد انتقمنا من العقل المدبر لهذه العملية.
صحيح، فهي اسرائيل بتسعى الى تحقيق انتصار زائد بالفعل، لكن الداخل الفلسطيني وخاصه في قطاع غزه من القسام على راسهم الضيف ويحيى والسنوار هم الاكثر تاثيرا في فرض المعركه، في سيناريوهات المعركه، في القبول في وقف اطلاق النار فيما بعد، حتى سيناريوهات اليوم التالي هم صاحبي الكلمه العليا اكثر بكثير جدا من قيادات حماس في الخارج. أشكرك شكرا جزيلا. ضيفي من القاهرة السيد أحمد كامل البحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.